فيك ايه يا حبيبي؟ مالك؟ والله يا مروان عايز اتكلم معاكي من غير عقل ولا تسمعيني اسئله تجنني. كده جلجتني اكتر. ايه رايك يا مروان ان احنا يعني نسيب الصعيد كله ونسافر ونروح اسكندريه مصر ونبدا من جديد ان شاء الله حتى ناخد العيال ونروح براد بره؟ ليه يا حبيبي؟ ما احنا عايشين هنا كويس. احنا برضك يعني هنعيش في اي مكان كويس. طب وليه؟ ليه نبتدي من جديد بعد النجاح اللي حققناه في حياتنا؟ ازهقت مليت، عايزين نسافر. يا تقولي اه يا تقولي لا. يا حبيبي انا اروح معاك اي مكان، بس ما اقدرش اسيب بابا وماما. اوفر لهم كل الرعايه يا حبيبي. هما مش محتاجين لا فلوس ولا خدامين، هما محتاجين يشوفوا احفادهم يطمنوا عليا. انا لو بعدت عنهم انا والاولاد يبقى كده بحكم عليهم بالموت. فكرني بعين الجبل. عين ايه؟ ما تحطيش في بالك، ما انا لو مطمن عليكم وحدكم كنت اختفيت ورحت اي حته تانية. وتختفي ليه يا حبيبي؟ حد له عندك حاجه؟ عدواتك دي كتير وقت ورثوها من بعدي. عدواتك ايه اللي مخلياك خايف علينا بالشكل ده؟ يكونش الجدع الغلس اللي اسمه لطفي بالقمصان؟ لطفي وغير لطفي، والعدوات اللي تربت لي بسبب مجلس الشعب ده. السهاج حسن وحداني ماليش عزوة، لكن وسط عيلتي مفيش حاجة هتهمني. البلد فيها حكومة يا مناع وجنون يحمينا، ما هياش غابة. يعمل ايه الجنون يعني قدام ناس بايعين روحها عشان يقتلوا الابرياء؟ هياخدوا اعدام؟ ماشي يا ستي، وهيفيد بايه بعد ما يكونوا قتلوا الخلق؟ ويمكن كمان يهربوا من العداله. اول مره اشوفك خايف بالشكل ده. طب يا نورها، انت عمرك في حياتك يعني شفتني عملت حاجه تغلب ربنا ولا حاجه قفشه يعني؟ بس انا اول مره اشوفك بالشكل ده. وانا عمري ما خفت يا نورهان غير عليكم. نفسي ارجع بلدنا واخدكم معايا هناك، بس احس بالامان وسط اهلي. لكن عارف برضك ان العيشه هناك مش هتلد عليكم. سافر وما تقلقش علينا، بس كلمني كل يوم. بس انا لو الاقي طريقه اطمن عليكم كل يوم يمكن عمر جذوبتي يحلها. وهتغيب قد ايه؟ ولا بيروح يعني يبني ارض جديده وياخد ناس يسكنها في الارض الجديده دي وياخد وقت كبير. ممكن يقعد العمر كله من بس ما تضيعش عمرك كله منا على عيلتك الكبيره. حرام برضو تحرم عيلتك الصغيره منك. مش عارف يا مرحبا، مش عارف.